عالجت مصالح أملولية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة قضائية 3 البياء قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع والنقل والتخزين العرض على الغير بطريقة غير مشروعة، حيث تم توقيف شخص مشتبه فيه مسبوق قضائيا. بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا، تمكنت عناصر الفرقة من حجز 44550 قرص من المؤثرات العقلية، مركبتين وهاتفين نقالين. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.